هناك توقعات كثيرة داخل إيران وخارجها من قبل جهات متعددة، ولكن الفيصل سيكون اليوم أو غدا حين تصدر نتائج الانتخابات. وعلى كل حال المرشحون الأربعة كلهم يمكن القول أنهم يعني ضمن منظومة النظام الإسلامي الإيراني، ولا أعتقد أن فوز أحدهم أيا يكن سيشكل تحولا نوعيا يصر أعداء إيران على أي حال. طيب، كان في انسحابات قبيل الانتخابات، واليوم كما يقال المحافظون باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما جليلي أو قاليباف. بالنسبة لمسعود باسشكيان في دعوات، خاصة اليوم كان الرئيس الإصلاحي الأسبق خاتمي قد دعا لانتخاب باسشكيان، من هو برأيك يعني بحسب توقعاتك والمؤشرات وقراءتك هو الأوفر حظاً اليوم؟ يعني أعتقد أن الحظوظ أو النسب متقاربة بين ما يسمى المرشح الإصلاحي باسشكيان و المرشح قاليباف رئيس مجلس الشورى. أعتقد أن المنافسة ستكون حامية جدا، وقد نشهد جولة ثانية من الانتخابات بعد أسبوع حسب ما ينص الدستور. وكما قلت سابقا، نظام الجمهورية نظام قوي جدا، ولقائد الثورة صلاحيات واسعة جدا بحسب النص الدستوري. يعني أعتقد أن السلطة الحقيقية ليست المطلقة كما يقال، ولكن السلطة القوية الصلاحيات الأساسية هي بيد مرشد الجمهورية الإسلامية وقائدها الإمام خامنئي. رئيس الجمهورية طبعا لديه صلاحيات واسعة أيضا، وهناك تحويل شعبي سيكون له اليوم أو غدا، ولكن هذا لا يضر بنظام الجمهورية عموما. النظام في إيران قوي جدا ومتين، ولديه خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة، وهناك مؤسسات مختلفة داخل هذا النظام، ويجب على الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى في الغرب أن تتعلم من التجربة الديمقراطية في إيران، لا أن تهاجمها ولكن هناك وتعتقدها. من يخالفك الرأي، يعني هناك في البعض يقول هناك لا اهتمام اليوم دولي بهذه الانتخابات لأنه لا ديمقراطية في هذه الانتخابات، وفي مؤشرات عديدة أيضا اليوم ضعف نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية السابقة. هناك من يقول أنها قد تنعكس على هذه الانتخابات، يعني في الكثير من المؤشرات تشير إلى أنه قد تكون نسبة الإقبال متدنية. ما الذي يدفع اليوم الناخب الإيراني للتوجه إلى صناديق الاقتراع؟ وهل وجود باسشكيان قد يدفع اليوم الإيراني الذي لا يريد أن ينتخب إلى صناديق الاقتراع؟ صحيح، نعم، وجود هذا المرشح المسمى إصلاحي قد يدفع الكثير من المترددين وحتى من المحسوبين على التيار الإصلاحي للانتخاب، وسنشهد نسبة مقبولة أو حتى مرتفعة في نهاية هذا اليوم الانتخابي الطويل. وليس كما يشيع أعداء إيران في الغرب، هم يقولون الكثير من الكلام قبل كل جولة انتخابية في إيران، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، ولكنهم في السر يعولون على إحداث تحول في كل مرحلة، بأن إيران دولة قوية جدا واستطاعت أن تتحدى الإرادة الغربية والأمريكية وأن تهدد المصالح الغربية في المنطقة. هم يهتمون بما يجري اليوم في إيران، وليس كما يشيعون، هم لا يهتمون بذلك أبدا. الغرب كله يراقب ما سيجري اليوم، ولكن أمالهم أعتقد أنها ستخيب كما خابت من قبل. إيران قوية جدا والانتخابات ستقويها أكثر فأكثر. أما نسبة الانتخابات
فلا أحد يعرف كم ستكون، وحتى لو كانت 50% أو أقل هي انتخابات شرعية على أي حال. ولكن هي أيضا تشير إلى أنه عدم رغبة الإيرانيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع إذا حدثت هذه النسبة الأقل التي تتفضل بها سيد حسن، تشير إلى عدم ديمقراطية أو رضا الإيرانيين عن ما يحدث، عن هذه المنظومة السياسية. لا أعتقد ذلك، حتى لو كانت تحت 50%، وأنا أعتقد أنها ستتجاوز هذه النسبة، لكن على فرض ما قلت سيكون، فهذا لا يضر بشرعية الانتخابات. هناك دول كثيرة في العالم وخاصة في الغرب لا تتجاوز فيها نسبة المشاركين في الانتخابات 40% أو حتى 35% مثل فرنسا وغيرها، وهم لا يشككون بنتائج هذه الانتخابات عندما تحصل. فكيف يشككون بانتخابات إيران وبالنسبة للمشاركين فيها وهي لم تتحدث بعد حتى هذه اللحظة؟ طيب، سؤالي قبل الأخير هو عن حظوظ اليوم الإصلاحيين. اليوم في إشارة لعدد من المراقبين حول بازشكيان، وأنه هو الفرصة الأخيرة اليوم للإصلاحيين للفوز بكرسي الرئاسة، وإذا لم يفوز بازشكيان فهذا يعني نهاية يعني المنظومة الإصلاحية و تمسك المحافظين والمتشددين أو إحاطتهم بكل ما يجري في إيران. إلى أي درجة ذلك صحيح وهي الفرصة الأخيرة فعلا للإصلاحيين؟ هناك مبالغة في هذا التقدير. الإصلاحيون كانوا موجودين على رأس السلطة عدة مرات بواسطة الرئيس خاتمي والرئيس روحاني وغيرهم، كانوا موجودين في عدة مراحل وهم جربوا حظوظهم وسلكوا سياسات اقتصادية وسياسات معتدلة نوعا ما مع الغرب، وهم يعني لا نقول أنهم فشلوا تماما، ولكنهم كانوا موجودين في السلطة وجربوا حظهم. بعضهم نجح نسبيا وبعضهم فشل، وهكذا الأمر بالنسبة لما يسمى المحافظين. المسألة في إيران هي مسألة ديمقراطية بحتة، هناك تداول للسلطة بين عدة تيارات وعدة اتجاهات، وهناك مراعاة يعني للمشاركة الشعبية بشكل حقيقي وملموس، وليس كما يحصل في بعض الدول العربية والإسلامية والدول الغربية. هذا ما يجري اليوم في إيران هو مصدر قوة لإيران وللشعب الإيراني وللنظام الإسلامي، وليس مصدر قلق أو تخوف إلا في أذهان بعض المراقبين المعادين للنظام الجمهوري الإسلامي. طيب، أنا بدي أعتذر منك سيد صعب، لأنه أنا قلت لك سؤال قبل الأخير، ولكن في سؤال أيضا آخر بناء على العوامل التي تؤثر على هذه الانتخابات. يعني في انقسام بين قليباف وجليلي وفي انسحابات أيضا، كيف يؤثر ذلك على الانتخابات؟ نعم صحيح، يعني الانقسام بين معسكر ما يسمى المحافظين سيؤثر على يعني عدد الأصوات الذي سينالها قليباف أو سعيد جليلي، وأعتقد أنه ربما يحصل انسحاب في اللحظة الأخيرة، لكن لا أعتقد ذلك. الانتخابات بدأت. على كل حال يعني هذا الانقسام يعني مشروع، ولكن كان من الأفضل أن ينسحب أحدهم لصالح الآخر حتى ترتفع نسب المعسكر المحافظ. والأمور على كل حال مرهونة صحيح. في ساعات القادمة. طيب، في البداية قد أشرت لنقطة مهمة، هو التوجه العربي نحو إيران، وعلى الدول العربية اليوم أن تولي اهتمام أكبر بإيران والسياسة الإيران أو توطد علاقتها مع إيران. هل ممكن أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير جذري في أو كبير أو تحول كبير في سياسات طهران؟ أنا أريد أن أذكرك وأذكر كل الناس أنه في عهد المحافظين أيضا استمرت السياسات الانفتاحية لإيران مع السعودية ومصر وتركيا ودول عربية وإسلامية كثيرة، وحتى مع دول في أمريكا اللاتينية ودول أوروبية وغيرها. الانفتاح الإيراني على العرب هو قرار استراتيجي إيراني حقيقي، يجب على العرب والمسلمين أو على الدول العربية والإسلامية أن لا تراهن على وصول يعني تيار إيراني معتدل أو منبطح
في هذا الإطار. هناك تيارات مختلفة في إيران ولكنها كلها متفقة على نسج علاقات وثيقة واستراتيجية مع كل الدول العربية والإسلامية في مواجهة الهيمنة الغربية والصهيونية على المنطقة. إذا لا مفاجآت متوقعة عموما، يعني الساعات القادمة سنقرأ أكثر في هذه الانتخابات. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من بيروت الباحث والمحلل السياسي حسن صعب، شكرا جزيلا لك.